بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، يقيم مأتم المرخ موسم الليالي الفاطمية بمشاركة نخبة من الخطباء، وهم الشيخ عيسى المؤمن، الشيخ إبراهيم الصفا، الشيخ بشار العالي، الشيخ محمد جواد الشهابي، الشيخ مسلم العرادي، الملا إلياس المرزوق، الملا عباس ملا عطية، الشيخ كاظم درويش، السيد مصطفى الكراني، السيد حسن الموسوي، الشيخ علي القرقور.